تركيا وقطر دعم لا محدود، ليس من الآن بل من 2011، خاصة قطر من 2011 بعد ذلك دخلت على الخط، دخلت تركيا من خلال سيطرة الأتراك والقطريين على ليبيا، حيسيطروا على منطقة نفطية ومنطقة غاز تؤثر حتى في القرار الدولي من خلال الشركات النفطية، وبالتالي تركيا وقطر كانت تسعى لذلك من أجل الاستحواذ على الخيرات الليبيين من أجل تهديد الآخرين. قطر الآن تحشد في كل إمكانياتها، حركت قناة الجزيرة الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة، حركت ما يعرف جماعة القرضاوي هذول المسلمين أو حاجة مش عارف ايش اسمها، عرفت تنظم حركوهم ضدنا وأصدروا بيان. قطر الآن تحرض حتى في المجتمع الدولي على اتخاذ قرار وقف إطلاق النار وعلى التعامل مع القوات المسلحة. اليوم بشكل مباشر يتم نقل هؤلاء المجرمين بعد الخسائر في سوريا وخسائر المواقع والأرض، الآن يقوموا بتدعيم وتطعيم المعركة في طرابلس بمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.